لماذا أنت حزينة يا سيدتي؟ أنت واهمة يا خالة. لا، هناك شيء يشغل فكرك. هل يبدو علي ذلك؟ أجل، كلما كنت في قمة السعادة أراك تنقلبين فجأة إلى الحزن. لاحظ الجميع ذلك، حتى مولاي الخليفة. ماذا أفعل يا خالة؟ الأمر ليس بيدي. أتسمحين لي بسؤال صريح؟ تكلمي. هل أنت سعيدة بحياتك مع أمير المؤمنين؟ كل السعادة، حبه يملأ علي حياتي وهو لا يدخر وسعا لإسعادي. طلبت منه قصرا فبنى لي مدينة. مدينة سارة حلم من الأحلام، وسماها باسمك، فجاءت روعة للناظرين وفتنة للقلوب. كيف لا أكون سعيدة وحبه يملأ علي حياتي؟ لماذا الحزن إذن؟ لا أستطيع أن أنساه، لا أستطيع يا خالة. أراك عدت للقصة المحزنة. كيف أنساه؟ كيف أنسى أخي توأم روحي؟ لم نفترق لحظة واحدة في الحياة حتى ذلك اليوم المشؤوم. ما يحيرني هو أنه لم يتصل بك خلال هذه السنوات كلها. وكيف يتصل بي وهو لا يعرف اسمي الجديد؟ لا يعرف أني الزهراء. هل لك اسما آخر؟ اسمي الحقيقي حسناء، عبد الرحمن سماني الزهراء. الجميع عرفني بهذا الاسم ما عدا أخي. حتى الآن لم أعرف حقيقة ضياع أخيك. كنت معه على ظهر سفينة حين خطفه اللصوص مع من اختطفوا لبيعه بسوق الرقيق، ومنذ ذلك الوقت لم أعثر له على أثر. وأخيرا وجدنا حلا للمشكلة يا زهراء. أهلا، أهلا بسيد أمير المؤمنين. أرجو أن يعجبك هذا الحل. ما دام يعجب أمير المؤمنين فهو يعجبني حتما. هل يستطيع المهندسون إزالة الجبل يا مولاي؟ جمعت كل المهندسين من أنحاء الأندلس، كلهم أقروا باستحالة إقامة هذا الجبل من مكانه. لا بأس من بقائه في مكانه. قلت إنه يشوه جمال المدينة بلونه الأسود. أنت على حق يا زهراء. كانت مجرد أمنية، أرجوك أن تنساها. لا أبدا، بعد أن عجز المهندسون في الأندلس قررت جمع مهندسي المشرق، ولكن حماد المهندس قدم لي رأيا أعجبني. ما هو؟ اقترح علي أن أزرع الجبل بأشجار اللوز فيزول سواد لونه عندما يأتي الربيع. تثير الأشجار وتضفي على المدينة جوا ساحرا عطرا، ويصبح الجبل كالعروس. أحسنتي، أحسنتي يا زهراء. وسنسميه جبل العروس. أراك قد أعجبت بهذا الحل. فكرة رائعة، وهكذا يصبح المنظر أجمل من إزالة الجبل. يظهر أني تأخرت كثيرا، مضى الوقت دون أن أشعر. شكرا لك يا سعيد. تستطيع البقاء كما تشاء يا سيدي. كدت أنتهي من هذا الكتاب. تعالي يا عابدة، لا تخافي.
كنت أحسبك وحدك. تعالي أعرفك بكبير فقهاء قرطبة، ابن عبد البر الكسيباني. أهلا وسهلا يا سيدي. هذه عابدة، إحدى أديبات بغداد النادرات. الله درك يا بغداد، كان فيك من الغرائب. اجلسي يا عابدة. لماذا تأخرتي؟ لم أشأ الحضور قبل إتمام هذا. أهذا خطك؟ أجل، فرغت الآن من نسخه. انظر يا سيدي، العقد الفريد، إنها نسخة رائعة بخط جميل أنيق. عابدة لم تنسخه فحسب، بل تعي كل ما جاء فيه. ما شاء الله يا عابدة. هل يوجد مثل هذا الكتاب في مكتبة الأمير عبد الله؟ عنده نسخ كثيرة من العقد الفريد، ولكن هذه النسخة تفوقها كلها جمالا وأناقة. هل تبيعينه يا عابدة؟ تبيعه؟ بل تقدمه هدية للأمير عبد الله. هل تتقنين الشعر أيضا؟ عابدة تعرف أشعار الجاهلية والإسلام والخطب والمؤلفات. الخطبة. ما شاء الله، ما شاء الله. غدا أكلم الأمير عنها وعن هذه النسخة الفريدة. دع هذا لوقت آخر يا سيدي، عليك أن تهتم الآن بأمر الخطبة. معك حق، يجب إعداد خطاب لائق للخليفة. إلى اللقاء. إلى اللقاء يا سيدي. مع السلامة. ما هذا يا سعيد؟ الأيام تمر ونحن هنا ننتظر. أراك مللت. نحن ما شئنا من الآن إلى قرطبة لأعمل أنا في نسخ الكتب وتعمل أنت والراقم، إنما جئنا لغرض أسمى. تسرني حماستك يا عابدة، أبشرك بأننا سنبدأ العمل قريبا، والآن علينا أن نذهب إلى الاجتماع. أما زالوا يجتمعون في نفس المكان؟ هيا بنا. لا بأس من بقاء الدولة، العيب في عبد الرحمن نفسه أنه يسمي نفسه أمير المؤمنين دون حق، وابنه الحكم ولي العهد سيكون مثله. أظنه الرئيس جاء يطلعكم على سير الخطة. تفضل يا سيدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. جئتكم معي بأديبة من أديبات بغداد، إنها لا تقل حماسة عن أي واحد منا. ما دمت أتيت بها فلا شك أنها تؤيد قضيتنا. أنا فتاة ربما كنت أقل منكم علما، إنما كل ما أعرفه يا قوم أن الإصلاح لن يتم إلا بالعمل السريع. جميعنا نذرنا أنفسنا من أجل القضية ومستعدون للإسراع قدر المستطاع. أنا لا أشك بحماستكم، ولكن الأمر يتطلب التحكم والصبر. نفد صبرنا أيها الرئيس، سكوتنا بعد اليوم يعد ضعفا. أجل، لم نعد نستطيع احتمال هذا الإسراف والترف. لست أقل منكم حماسة وتعجلا، ولكن علينا أن نعمل بروية وتعقل. مرنا بما تريد أيها الرئيس، فنحن طوع أمرك. كل ما أريده أن تتريث قليلا حتى أستعد للضربة القاضية. كيف حدث هذا يا سيدي؟ لا أعرف كيف نسيت الخطاب، كأني لم أحفظ منه حرفا واحدا. كنت أعلم هذا عندما سألتني عن طالعك يا سيدي،
شك أن ارتباكي قد ساءك يا سعيد. الذي ساءني أمر آخر. أمر آخر؟ ما هو؟ عندما وقعت مغشيا عليك رأيت الحكم يشير إلى المنذر قائلا هذا هو صاحبها وأولى بها وليس الكسيباني. الحكم قال ذلك؟ يؤسفني نقل الكلام يا سيدي، ولكن المنذر أصبح قاضي القضاة. ذهب المنصب من يدي بسبب ولي العهد. الحكم ليس أهل للخلافة، أنت تعرف هذا يا سيدي، ولكنك تتجاهل. رأيتك معجبا بعبد الله. لا تليق الخلافة إلا للأمير عبد الله، ولا تزدان إلا به. إنه الرجل المطلوب. غدا يعرف ولي العهد وأبوه كيف يتحول الناس عنهما. قبل أن تذهب يا سيدي، عفوا، متى نقدم العقد الفريد للأمير عبد الله؟ اليوم إن أحببت. تعرف قصره؟ أجل، إنه يسكن في قصر مروان، أليس كذلك؟ نعم، خذ عابدة معك، فقد كلمت الأمير عنها. إلى اللقاء. أمرك يا سيدي. إلى اللقاء يا سيدي. جاء دورك يا عابدة. كيف؟ عندما تقابلين الأمير سيعجب بك حتما. وبعد؟ أريد أن يقع الخلاف بين الحكم وعبد الله، أريد أن يختلف الأخوان عليك. ولكن كيف يحدث هذا والحكم لا يعرفني؟ قابلت الحكم وكلمته مطولا عن مواهبك الأدبية، فأحب أن يراك وسيرسل في طلبك وأنت في قصر عبد الله. ولكن عابدة، هل تترددين في طاعتي؟ حبي العظيم لك يجعلني أضحي بنفسي من أجلك، ولكن ليس بهذه الطريقة. لا تخافي يا عابدة، لن يمسك أحد بسوء. الأمير يرغب في التعرف على مواهبك الأدبية فقط. أمرك يا سعيد. عندما ننتهي من عملنا سنتفرغ لحبنا بدون مكدر، أعدك بذلك. سيأتي الآن سعيد ومعه عابدة تقدم لك العقد الفريد كما نسخته بيدها. حديثك عن عابدة جعلني بشوق لرؤيتها. حديثي عنها لا يبلغ شيئا من أمرها. جاء سعيد الوراق ومعه عابدة. أدخلهما حالا. أمر سيدي. السلام على الأمير ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بسعيد وبالأديبة الكبيرة. اجلسا. شكرا لك يا سيدي، لا أستحق منك هذا الإطراء. أراك معجبا بها يا سيدي قبل رؤيتها. لقد سمعت الكثير عنها وقد حان لي أن أسمع منها. قبل أن تسمع يا سيدي تقبل هدية عابدة إليك. رائع، صدقت يا ابن عبد البر، حقا رائع. عندما تناقشها سيزداد إعجابك بها يا سيدي. هل تحفظين الشعر يا عابدة؟ أحفظ شعر الإسلاميين والجاهليين والمحدثين. وهل اطلعت على جمهرة أشعار العرب لأبي زيد؟ وديوان الحماسة للبحتري، وطبقات الشعراء لابن قتيبة، وأخيرا حفظت هذا الكتاب العقد الفريد. وهذا هل رأيته من قبل؟
كتاب الأمالي للقالي. أجل، ألفه القالي لأخي الحكم، ولكن ماذا أعجبك فيه؟ أعجبني فيه، أعجبتني أخبار الخليفة عبد الملك بن مروان. إنه استخلص الخلافة لنفسه، إنه رجل يعمل للأعالي، لم ينفك عن الخلافة حتى ناله. فقال فيه كثير: أحاطت يداه بالخلافة بعدما أراد رجال آخرون اغتيالها. رائعة رائعة أنت يا عابدة. عابدة تجيد الغناء يا سيدي، كما أنها تضرب على العود. ما شاء الله. وماذا تحفظين من شعر الحماسة؟ أعجبني قول عمرو بن كلثوم: إذا ما الملك سام الناس خسفا أبينا أن نقر الخسف فينا، ألا لا يجهلا أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. فنجهل فوق جهل الجاهلين. الله يا عابدة. أحسنت يا عابدة، كم كنت أود أن يطول هذا اللقاء. لا يمل المرء أبدا حديث عابدة. اسمع يا سعيد، بما أنك وراق، ما رأيك بالعمل عندي أنت وعابدة في مكتبتي؟ أنا يا سيدي لا أستطيع ترك حانوتي، ولكن عابدة تستطيع أن تبقى. هل تقبلين يا عابدة؟ يسعدني أن أعمل عندك، ولكن شرط أن يساعدني سعيد. سأكون إلى جانبك، فأنا في خدمة الأمير عبد الله. اتفقنا إذن، نبدأ العمل غدا بإذن الله. ما الذي يشغل فكر أمير المؤمنين؟ لا شيء يشغلني عنك يا زهراء. أستحلفك بحياتي أن تقول لي ما يكدرك. أحرجتني يا زهراء، حياتك أغلى ما عندي. تكلم، أفضي إلي، أريح نفسك، أشركني بأحزانك كما تشركني بأفراحك. وصلتني أخبار مزعجة عن إنشاء حزب في قرطبة يناوئ ولي العهد الحكم. لن يهدأ بالي قبل أن أقضي على صاحب النقمة هذا. صاحب النقمة؟ هذا اسمه؟ أجل يا زهراء، بدأ يزعجني صاحب النقمة هذا. اسم غريب. صاحب النقمة هذا ماذا يريد منك بعد أن حققت للأندلس نصرا لم يحققه أمير غيرك؟ ولكنني يا زهراء أعرف من يدبر كل هذا. من هو؟ الأغالبة، حكام شمال أفريقيا. ساءتهم انتصارات قرطبة فحقدوا علينا. يد الله فوق أيديهم يا مولاي. المولى قادر عز وجل على رد كيدهم إلى نحرهم. القضاء على أمالهم لن يكون إلا بالقضاء على صاحب النقمة هذا. ستقضي عليه. هيبتك يا أمير المؤمنين تشل يد من يجرؤ على رفعها. زهراء. نعم. دعينا من هؤلاء الحاقدين الآن، وانظري إلي لأملأ عيني بجمال وجهك. والآن قل لي، هل ارتحت ولو قليلا؟ أجل يا زهراء، أشعر كأنني أزحت كابوسا مزعجا عن صدري. الحكم
أكبر مني سنا. هو أولى بولاية العهد يا ابن عبد البر. شرط الخلافة لا ينص على هذا. العرف جرى بإسناد ولاية العهد للبكر. ولكنك أولى بها منه، أنت أكثر اطلاعا وثقافة وزهدا من الحكم. أوامر الخليفة واجبة يا ابن عبد البر، على الجميع احترامها. دعنا من هذا الآن. كم يستغرق عملك يا عابدة؟ أسبوعا لإنهاء ترتيب الكتب وبضعة أيام لتبويبها يا سيدي. رسول من ولي العهد الحكم جاء بهذا. ما هذا؟ كيف يجرؤ على هذا الطلب؟ ماذا يطلب منك ولي العهد؟ عابدة، كيف علم بوجودها عندي؟ ولي العهد يعرف كل شيء، يستكثر عليك أديبة مثل عابدة وقد نال كل شيء. لا لا، لن أقبل بهذا. قل للرسول إنني لا أستطيع. أمر سيدي. ولي العهد يتعدى حدوده. حتى عابدة يظنون بها علي. ما الأمر يا سيدي؟ رسالة من الحكم يطلب فيها التعرف إلى عابدة. لا يا سيدي، أعجبني العمل هنا، لا أريد الذهاب. لا تخافي يا عابدة، لن أدعك تخرجين من هنا. أكملي عملك. رسالة من أمير المؤمنين. من أبي. هذا ماذا حدث؟ يبدو أن أخي الحكم قد أخبر والد الخليفة بأمر عابدة، فأرسل يطلبها إلى القصر. الخليفة لن تستطيع الرفض يا سيدي. ولكنني وعدتها، لن أفرط بعابدة. أوامر الخليفة يجب أن تطاع يا سيدي. ليتني ما أتيت إلى الأندلس. عابدة، هل تريدين الذهاب إلى القصر؟ لو خيرني سيدي لفضلت البقاء هنا. عابدة، أمر الخليفة لا يرد. الرسول ينتظر. ماذا أفعل؟ لا تهتم يا سيدي، سأذهب أنا معها، يراها الخليفة ثم أعيدها. رأي صائب يا سيدي، يجب احترام إرادة الخليفة. اذهبي يا عابدة، أقولها والأسى يملأ قلبي. أمر سيدي. من يدخل قصر الزهراء لا يخرج منه يا سيدي. لا، ستعود إلى هنا، لن أدع أحدا يسلبها مني حتى ولو كان الخليفة. الحكم هو السبب، ما زلت ترفض الاستماع إلي. اليوم أخذ منك عابدة، غدا يستولي على قصرك وكتبك الثمينة وأنت ساكت قانع. دعنا من هذا الآن يا ابن عبد البر. فكر بما قلته لك، ترى كثيرا من الناس حولك. أهلا بالأستاذ جوهر، تفضل بالجلوس. تفضل. جئتك لتهنئتك يا سعيد. تهنئتي؟ لماذا؟ ألست أنت من علم عابدة الغناء والشعر والأدب؟ أجل، هل أعجبت الخليفة؟ إلى درجة جعلت الزهراء تغار منها. أحق ما تقول. أجل، بقيت حتى ساعة متأخرة من الليل تغني والخليفة يتمايل من الطرب.
وكيف علمت بأن الزهراء تغار منها؟ من ملامحها كادت الزهراء تنفجر غيظا من عابدة. ألم يعدها الخليفة لابنها عبد الله؟ وأن يدخل قصر الزهراء لا يخرج منه يا سعيد. لن أدع الخليفة يعيدها. لماذا؟ لأنها تغيظ الزهراء، تنتقم لي منها. لا أعلم لماذا تكرهها هذا الكره الشديد. لأنها فضلت عبدان علي، أنا الذي خدمتها بكل إخلاص. ولكن نفوذك في القصر كبيرا. الزهراء بيدها كل شيء، عبدان يفوقني مكانة. أريدك أن تعلم عابدة مزيدا من الفن والغناء. بكل سرور، بكل سرور. أستودعك الله. مع السلامة. هل ذهب؟ أجل، سمعت الحديث؟ سمعته كله، لم يفتني حرفا واحدا منه. بقي عليك الآن أن تغري الزهراء بتعلم الغناء والشعر. ولكن من يعلمها ذلك؟ اجعلها تطلب من الخليفة أن أعلمها أنا بنفسي. فهمت يا سيدي. هل تريد مني شيئا آخر؟ لا، اذهب الآن. حذاري أن يراك أحد معي، وتصرف بحذر. أمر سيدي. لم أجده في القصر كله. قد يكون نائما في إحدى الغرف. لا أظن، بحثت عنه في كل مكان. دعينا بن سعدوني الآن. حاضر يا سير. هل تبحثين عني يا مولاتي؟ أين كنت؟ منفردا في الحديقة أستلهم الشعر. منذ متى تنظم الشعر أيها المجنون؟ منذ أصبح الشعر والغناء بضاعة رائجة في هذا القصر. ماذا تعني يا سعدون؟ أما رأيت الخليفة كم أعجب بغناء عابدة وشعرها؟ كفاك مجونا يا سعدون، دعنا الآن من هذا الحديث. دعيه يا خالة، إنه يقول الحقيقة. أجل، المفروض الآن أن أتعلم الشعر والغناء لأحتفظ بإعجاب الخليفة. تعني أن أتعلم الشعر والغناء والضرب على العود؟ أجل يا مولاتي، أجل. إن شئت الاحتفاظ بحبه. نعم. كفى مجونا يا سعدون. فكرة رائعة يا خالة، سأتعلم الشعر والغناء والضرب على العود وكل شيء. ولكن يا سيدتي، إنها فكرة رائعة، لقد أعجبتني. ولكن من سيعلمني كل هذا؟ أطلب من الخليفة أن يعلمك من علم عابدة، أي سعيد الوراق. اسمه سعيد؟ أجل، إنه نابغة عصره في كل شيء، في السحر والتنجيم وقراءة الطالع. يقرأ الطالع؟ ربما أخبرك بما تريدين يا سيدتي. دعيه يا مولاتي أن يكشف لنا طالع الخالة لنعرف من تحب. خسئت أيها الأحمق. حسنا، سأطلب من الخليفة أن يأتينا به. ماذا قلت اسمك؟ سعيد الوراق يا مولاتي، سعيد الوراق. أرأيت؟ لم تعد عابدة إلى هنا. أخذوا مني كل شيء، حتى الفتاة التي أحب، وعندما أحدثك بشأن ولاية العهد تصدني. كلامك خطير، ربما أودى بنا. ما عليك سوى الموافقة وأنا أدبر كل شيء. ماذا تريد أن تقول؟ هناك حزب يتألف في قرطبة، لا تعجبه خلافة أخيك، ويرى أنك أولى بها منه.
وإذا رفضت يلتفون حول غيرك، وهكذا تذهب الخلافة منك ومن أخيك. ألست على صواب يا سيدي؟ كلامك خطير يا ابن عبد البر. إشارة منك وينضوي الجميع تحت لوائك، الناس يحبونك لورعك وزهدك. دعني الآن يا ابن عبد البر. لن أدعك قبل أن تعدني بالتفكير في هذا الحديث. هل تعدني؟ أعدك، أعدك. ماذا تفعل هنا يا جوهر؟ كنت أبحث عن مولاتي الزهراء ليعلمها سعيد الغناء كما أمرت يا مولاي. أليست في غرفتها؟ لا يا مولاي، ليست في القصر كله. كيف هذا؟ أين ذهبت؟ أظنها هناك في الحديقة. إنها مع ولد يا عبد الله. لا بأس يا جوهر، اكتم هذا الأمر وضعني لوحدي. أمر مولاي. هل سأل عني أحد؟ سعدون كان يبحث عنك. ألم يأتي سعيد؟ لا أظن، لو أتى لرأيته. تأخر الوقت يا خالة ولم يأتي سعيد، ربما جاء غدا. هل قبل الخليفة أن يعلمك الغناء وأصول الشعر؟ أجل، سمح لي بمقابلة سعيد. لا تنسي أن تسأليه عن أخيك ما دام يقرأ الطالع. لا أؤمن بهذه الأكاذيب. لن نخسر شيئا بسؤاله، ربما أفادك بخبر يفرح قلبك. ربما. فديتك، فقد جبلت على هواك، فقلبي ما ينازعني سواك. كان هذا من عهد بعيد يا زهراء. ما زلت أنا زهراء يا مولاي. أراك اليوم سعيدة. وكيف لا أكون سعيدة وحب أمير المؤمنين يملأ قلبي؟ ليس هذا بصحيح. مرات عديدة لمحت الانقباض على وجهك. لماذا يا زهراء؟ كل إنسان يشعر ببعض الانقباض. حتى أنت يعتريك هذا مع أنك الخليفة. أجيبيني بصراحة، مع من كنت ليلة أمس؟ مع الأمير عبد الله. لماذا؟ لا أستطيع أن أقول. حتى لو عرفت أن ذلك يكدرني. أرجو المعذرة يا أمير المؤمنين، فالأيام ستبدي لك السبب فيما بعد. لا أدري كيف طاوعك وقبل أن يجتمع بك. كيف يفعل ولدي عبد الله؟ كيف يفعل ذلك؟ لا، لا تسيء الظن يا مولاي. كيف لا وأنت تكتمين عني خبر اجتماعك به؟ لأني لا أملك التفسير. زهراء، هل تحبين ولدي عبد الله؟
أتجرئين بالتصريح أمامي هكذا؟ لا أستطيع الكذب بعد أن عودتني على الصراحة. حسنا يا زهراء، حسنا. ألم ترسل بطلب سعيد يا جوهر؟ بلى يا مولاي، وأوصيته بإحضار كتاب التنجيم معه. مولاي، ما وراءك؟ سعيد الوراق في الباب يلتمس الدخول. أدخله إلى هنا. أمر مولاي. أطال الله عمر مولاي الخليفة. انهض يا سعيد، ألن تعلم الزهراء عن الغناء؟ لا يا مولاي، لم أجدها في غرفتها أمس. ألم يدلك تنجيمك أين كانت؟ لم أحاول ذلك، لو أمرتني يا مولاي لفعلت. هيا افعل. أمر مولاي. ماذا وجدت؟ لو يسمح مولاي بفنجان من الزيت. أحضر له ما يريد. أمر مولاي. تفضل. شكرا. أرى الزهراء في الحديقة ومعها رجل، إنه الأمير عبد الله. إنهما يتهامسان. أحب أن أعرف ما دار بينهما من حديث. إنني أسمع قليلا. أيقف علمك عند هذا الحد؟ ألا تستطيع معرفة الحديث؟ أستطيع يا مولاي، ولكن يجب أن أسمع صوت الزهراء أولا. هذا سهل. أنت تريد أن تعلمها أوزان الشعر والغناء؟ نعم يا مولاي. تذهب إليها فتستطيع بذلك أن تسمع صوتها. أمر مولاي. خذه إلى غرفتها يا جوهر. أمر مولاي. عندما يأتي سعيد دعينا وحدنا يا خالة. أمر مولاتي. مولاتي، سعيد الوراق في الخارج ينتظر الإذن للدخول، هل أنت على استعداد؟ أجل، دعه يدخل يا سعد. أمر مولاتي. ادخلي خلف الستار. تفضل يا سيدي. السلام على مولاتي الزهراء. وعليك السلام. سنبدأ الدرس الأول بلحن من ألحان الموصلي. هل لسيدتي أن تزيل هذه الستارة؟ فالتعليم غير ممكن على هذه الصورة. نزيل الستارة ولكن على الشرط. ما هو يا مولاتي؟ علمت أنك بارع بقراءة الطالع، هل تعدني بقراءة طالعي؟ إني رهن إشارة مولاتي بكل ما تريد. ما الذي تريدين كشفه يا مولاتي؟ لا، لن أقول ما هو، لكنني فقدت إنسانا منذ سنوات، هل تعرف حقيقة أمره؟ أنت تبحثين عن أخ شقيق ضائع. أجل، إنه أخي. لله درك يا سعيد، أخبرني أين هو. أخوك يا مولاتي في حالة خطر. أتعرف اسمه؟ أي اسم تريدين يا مولاتي؟ أخوك له اسمان،
اسم تعرفينه واسم لا تعرفينه. له اسمان. ما هو الاسم الذي أعرفه؟ سالم يا مولاتي. أجل، إنه شقيقي سالم. هل قلت إنه على قيد الحياة؟ إنه حي، ولكن حياته في خطر. أمير المؤمنين كفيل بإنقاذ حياته إكراماً لي. هيهات يا مولاتي، فالخطر عليه من أمير المؤمنين بالذات. هذا أنت؟ أجل، أنا سليمان المتيم في هواك، من ارتكب الأهوال والعظائم في سبيل حبك. إنني أحبك يا حسناء، أحبك. أخرج، أخرج من هنا، يكفي ما جررت علي من أهوال. اهدأ يا حسناء، فحياة أخيك في يدي. أيها الجبان، سأصرخ وأجمع عليك الحراس والخدم. يظهر أنك لا تصدقين ما أقول. أخوك في خطر، ولن ينقذه أحد غيري. سأخبر الخليفة بحقيقة أمرك. حتى لو فعلت ذلك لن يزول الخطر عنه. لماذا؟ لأنك لا تعرفين بعد اسمه الثاني. أيها الجبان، ما هو؟ اسمه صاحب النقمة. ماذا؟ أنت مخادع، أنت كاذب، أنت تخدعني يا سليمان. لا يا حسناء، أنت تعرفين خط أخيك أليس كذلك؟ أجل، أعرفه. خذي واقرأي هذا. أنا سالم صاحب النقمة. أخفضي صوتك. أعاهد نصراء الحق أن أبذل حياتي في سبيل قتل عبد الرحمن الناصر. أرأيت صدق قولي منذ رأيتك على السفينة، وصورتك لا تفارق خيالي. بقيت أبحث عنك حتى علمت بمكانك، والآن إنني وحياة أخيك. سيد الأمير، مولاة الزهراء تدعوك إليها. الآن في وضح النهار؟ تقول لك بأن لا تخشى من في القصر، إنها تنتظرك في الحديقة كالعادة. لكن أخشى أن يراني أحد. تقول إنها لولا حبها لك لما دعتك إليها. حسنا يا عبدان، سأوافيها قبل الغروب في المكان المعهود. شكرا. عابدة، ما الذي أتى بك؟ لم أعد أحتمل الانتظار، تركتني في قصر الخليفة وذهبت. لا تيأسي يا حبيبتي، أشرف الأمر على النهاية. لكنني هناك لا أراك. عندما تنتهي المهمة سأكون لك، ولن يعكر صفونا أحد. ولكن لا تخافي يا حبيبتي، كل ما أرجوه منك الآن أن تعودي إلى القصر. حسنا يا سعيد، ولكنني لن أطيل الانتظار. خذي هاتان الورقتان. هل أستطيع أن أرى ما تحتوي؟ حذار يا عابدة. لماذا؟ عندما يحين الأوان هذه تضعينها للخليفة في كوب البرتقال. ثم أنك تفعلين المستحيل لأجلي، هل عدلت عن ذلك؟ لا يا حبيبي، سأفعل ما تشاء.
عندما يتناول الخليفة كوب البرتقال تتناولين أنت ما في الورقة الثانية. هو سم أيضا؟ لا يا حبيبتي، إنه مرقد، ستنامين على أثره حتى أعود إليك، وبعدها سنسافر من قرطبة. حسنا يا حبيبي، سننفذ كل ما تطلبه. حذار غدا صباحا أقدم البرتقال للخليفة. حذاري حذاري أن يراك أحد. إلى اللقاء يا حبيبي. إلى اللقاء. مولاي الخليفة، ما وراءك يا جوهر؟ انظر من النافذة يا مولاي. تعلمين مكانتك عندي، ولكني لا أستطيع. لهذا أرسلت في طلبك، لولا حبي لك لما فعلت. رضاك عزيز علي، ولكن لا أستطيع. مهما يكن الأمر، لا أرى موجبا لهذه النقمة. كيف لا؟ كيف لا وقد أخذوا مني كل شيء، حتى عابدة أخذوها أيضا. أهذا سبب لتنصر الغرباء على أبيك؟ لولا مكانتك في قلبي لأسلمتك إليه. لقد حملت نفسي الشك وسوء الظن منه حتى لا أعرضك للخطر. الفقيه ابن عبد البر يقول بأني أحق بالخلافة من أخي الحكم. يبدو أنك طامع بولاية العهد. ولم لا؟ ابن عبد البر يقول بأني أحق من أخي بها. لن أدعك تخرج من هنا إلا إذا غيرت رأيك. أتهددينني يا زهراء؟ وأضحي بحياتي من أجل أمير المؤمنين. حسنا، لنرى كيف تستطيعين منعي. عبدان، أمر مولاتي. اقبض علي. تطلبين من خادمي القبض علي؟ لا تستخف به يا عبد الله، أنا من طلبت إليه أن يعمل كخادم عندك ليكون لي عينا عليك. لله درك يا زهراء، اقبض عليه يا عبدان وتعالوا إلى هنا. اجلسي يا زهراء. كيف تجرؤ على ذلك يا عبد الله؟ إكراما لي، أجل سؤالك حتى تهدأ نفسك، أرجوك. حسنا يا زهراء، ولكنني لن أدعه حرا. ضعه في السجن مع هذا، واقبض على الفقيه ابن عبد البر أيضا. أمر مولاي. كنت أحاول إقناعه بنفسي لأجنبك هذا الموقف يا مولاي، ولكن لماذا قبضت على جوهر؟ إنه يكرهك يا زهراء، هو الذي دلني على هذا اللقاء. قبضت عليهم جميعا، بقي واحد لن يهدأ بالي قبل أن أقبض عليه، على صاحب النقمة. ألا مجال للعفو يا مولاي؟ كل خائن مصيره الموت يا زهراء. مولاتي، سعيد الوراق يطلب منك تنفيذ الوعد. الآن في مثل هذه الساعة المبكرة؟ حتى لا يشعر بغيابك أحد. ما الأمر يا سيدتي؟ سيأخذني إلى حيث ألقى أخي. ربما كانت خدعة. لا يا خالة، سعيد يعرف مكانه، سأذهب معه لأقنعه بالعدول عما ينوي.
هل تأتينا يا مولاتي؟ أجل يا سعدون، اسبقني واستكشف الطريق، لا أريد أن يراني أحد. أمر مولاتي. أين المعلم سعيد؟ لا أعلم يا سيدي. كيف لا تعلمين وأنت شريكته في المؤامرة؟ أنا؟ عن أي شيء تتكلم؟ قلبت الدنيا بحثا عنه، لم أجده في مكان، يظهر أنه هرب. هرب؟ مستحيل. فر مع الزهراء. علم الخليفة بالأمر وهو يعد الجنود للحاق به. الخائن خدعني، أوهمني بحبه ليهرب مع الزهراء. ألست شريكته؟ أنا المخدوعة يا سيدي، خدعني بحبه لأقتل الخليفة، وأعطاني هذا لأشربه. أنت تعرفينه جيداً. أنت تعرفينه جيداً وتعرفين أين يذهب. تكلمي يا عابدة. تعال معي، سأرشدك إلى مكان وجوده لتقبض عليه. تفضلي يا حسناء، ادخلي. خدعتني يا سعيد، أين أخي؟ لا تخافي، سيأتي بعد قليل. إنك كاذب، دعني أعود. لن أدعك تذهبين بعد أن ظفرت بك. لا توجد قوة في وجه الأرض تأخذك مني. أيها المجرم، دعني. بلاد الزهراء، هل أنت بخير؟ خدعني المجرم، شئت لأرى أخي. أخوك؟ من هو أخوك؟ وأين هو؟ يقولون إنه صاحب النهر. حسناء شقيقتي، أين أخي؟ سالم أخي، كيف أنت؟ الحمد لله. هل أنا في حلم؟ هل أنت معي حقيقة؟ كأنني أحلم بعد هذه السنين الطويلة. أخي سالم، ستأتي معي إلى الخليفة؟ لا يا حسناء، لو رآني الخليفة سيأمر بقتلي. بل سأطلب لك العفو منه، ستأتي معي. لماذا؟ أخبرتك كل شيء سوى أن أختك حسناء هي الزهراء نفسها. الزهراء صاحبة الكلمة النافذة عند الخليفة؟ أجل يا أخي، ستأتي معي وسأتوسط إليه، وستكون من المقربين عنده، سيعفو عنك إكراما لي لأنك أخي. هيا بنا، الخليفة ينتظرنا على أحر من الجمر. مولاي الخليفة، ما وراك يا عبدان؟ جئنا بسعيد الخائن. يدخل جميعا إلى هنا. لماذا خرجت معه يا زهراء؟ سمعت بأن أخي الذي فقدته سنين طويلة على قيد الحياة، ذهبت لأراه. هذا ليس بسبب يا زهراء، لماذا لم تطلب مني كي أحضره إليك؟ خوفي عليه منك يا أمير المؤمنين. مني أنا؟ لهذا الحد تسيئين الظن بي؟ كيف أكافئك على حسن صنيعك معي بأذى أخيك؟ أيعدني الخليفة بالعفو عنه؟ لك ما تريدين. حتى ولو كان ذنبه كبيرا؟ وما عسى أن يكون ذنبه؟ قد يكون من الخارجين على الدولة. أعدك بالعفو عنه إكراما لك
حتى ولو كان صاحب النقمة بنفسه. إنه صاحب النقمة يا مولاي. أخوك صاحب النقمة؟ أجل يا مولاي، وقع في خداع سعيد كما وقعنا كلنا، خطفه طفلا ورباه على هذا الأمر الخطير رغم أنه لم يكن يعلم حقيقة الأمر. حسنا يا زهراء، لقد عفونا عنه. أين هو؟ ادخل يا سالم. العفو يا مولاي. انهض يا سالم، لقد عفونا عنك إكراما للزهراء. مولاي شكرا لك. أما أنت يا سعيد. لا أريد عفوك أيها الخليفة. لا أريد العيش بعد تحطيم آمالي. ماذا فعلت أيها الأحمق؟ أذهب من هذه الدنيا بدون أسف بعد أن فقدت أغلى ما عندي. مات سعيد وانتهت قضيته معه. أما أنت يا سالم، أعدك بأن تعيش معنا معززا مكرما وبمنصب يليق بك. شكرا لك يا مولاي، سأكون خادمك الأمين ما حييت.